يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل عنده شاة لكنها رضعت من كلبة وهي صغيرة، فما حكم لحمها ولبنها؟ يكره لحمها ولبنها ما دامت صغيرة، ما دامت ترضع. أما إذا كبرت وطعمت الطعام وشربت الماء ذهب عنها أثر لبن الكلبة، ما في مانع إذا كبرت، ما في مانع. نعم. لكن لا يأكلها وفيها أثر لبن الكلبة، مثل الجلالة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة حتى تحبس وتدعى وتطعم الطاهر، هذه أطعمت الطاهر فتحل بعد ذلك. نعم.